كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بدأ بهذه الآية من سورة الداريات وجعلها مقدمة للكتاب، لأن الآية تشتمل على بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، تشتمل على الحكمة والغاية من خلق الجن والإنس، وهي العبادة. يعني لو سئلنا لماذا خلقنا الله؟ نقول الإجابة: خلقنا من أجل العبادة. لأن الله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، وهذه الآية حصرت الغاية في العبادة، لأنه عبرت عنها بأسلوب من أساليب الحصر، بأسلوب من أساليب الحصر. عندنا إخواننا في اللغة العربية أساليب لحصر الكلام. لما أقول ما حضر اليوم إلا محمد، فأنا حصرت الحضور في محمد. إذن من أساليب الحصر والاختصاص ما يسمى بأسلوب النفي والاستثناء. مثلا أنت تقول: ليت ثلاث أيام ما أكلت إلا التمر. ده أسلوب من أساليب الحصر، إنك تنفي ما أكلت وتستثني إلا كذا. إذن من أساليب الحصر يا أخواننا شنو؟ النفي والاستثناء. طيب، فهنا في الآية نفى، قال: وما خلق، هذا نفي، ما خلق الجن والإنس إلا، الاستثناء إلا ليعبدون. إذن بين لنا إنه الغاية من الخلق، الغاية من الخلق شنو؟ العبادة. الغاية من الخلق العبادة. طيب يا أخوان، اللام في كلمة ليعبدون، اللام دي نسميها لام شنو؟ أو التعليم. التعليم، أو ناس اللغة برضه سموها لام كي. لام كي معناها كي، لكي، أي كي يعبدون، ليعبدون. أيوة، يسموها لام التعليل أو لام كي، أو يسموها لام الغاية. لام الغاية يعني الغاية، بتبين لنا اللام دي ليعبدون. لام كي، لام التعليل، لام الغاية، لام الحكمة. يعني لو سألوك ما هي الحكمة من خلق الجن والإنس؟ تقول العبادة. عرفت كيف؟ اللام دي اسمها لام الحكمة. طيب يا اخواننا، في القرآن اللام، لام التعليل دي نلقاها مكسورة. عشان كده بقولوا من الأخطاء الخفية في التلاوة الناس بيقولوا لام التعليل سهلة.
إلا ليعبدون إلا لا لي مكسورة ليعبدون، لأنه لو سكنتها بتبقى نام الأمر، تبقى نام الأمر. فليعبدوا رب هذا البيت. اللام هنا لام شنو؟ لام الأمر، تلقاها ساكنة. وليطوفوا بالبيت العتيق. وليطوفوا لام ما لا ساكنة في لام الأمر. البعدية تكون أمر. طيب المكسورة البعدية تعليل. لكن في واحدة مكسورة ثانية بتشبه لام التعليل، بس دي ما بسموها لام تعليل، بسموها لام العاقبة. العاقبة لما أنت تعمل حاجة وقصدك منها كذا، دي بنسميها لام التعليل. لكن لما تعمل حاجة أنت ما قصدك منها، بس هي اصلا لما تعملها بيحصل، دي بنسميها لام لام العاقبه. يعني الامر ده عاقبته تكون كده، زي ما ربنا قال عن يوسف عليه السلام لما اخذوه عن موسى عليه السلام، قال ليكون لهم عدوا وحزنا. فالتقطه اهل فرعون لما انشالوا، هم شالوا عشان يبقى عدو لهم، شالوا عشان شنو؟ كان يربوه يبقى لهم ولد، صح؟ ايوه، ونتخذه ولدا، لانه قالوا ولد. لكن العاقبة بتاعت الموضوع ده كانت شنو؟ كانت انه حيبقى لهم عدو. فإذا اللام دي هنا سموها لام العاقبة. يعني زول يقول لك الحاجة دي أنت بتعملها بتبقى لك كده، أنا ما داير أتبقى كده لكن حتبقى كده، هذه لام العاقبة. إذا المقصود عندك اللام هنا لام التعليل. ولما التعليل في اللغة العربية هو لما تدخل على الفعل المضارع تعمل شنو؟ تنصب. أيوه لام كي تنصب. الفعل ده منصوب، ليعبدون منصوب، لكن مش لما يكون منصوب يكون بحذف النون. طيب النون اللي قاعدة دي ما يهنون بتاعة الفعل، ما يهلون الفيل، يسمعون الوغاية. ليعبدوا، أصل الفعل يعبدونني، شو نونين؟ يعبدونني، تمام؟ لام التعليل حذفت دون الفعل، بقت يعبدوا. طيب النون دخلت هنا اسمها نون الوقاية، زي الوقاية. الوقاية المرة لما تاخدها في راسها بتحميها من القوة بتاعت الصفيحة الشايلها في راسها، بتوقيها منها، صح؟ النون اللي قعدت هنا شغلها وقاية، بتوقي الفعل ده، الفعل بتوقيه من شنو؟ من الكسرة اللي بتجيبها يا المتكلم. يا المتكلم هي مفروش بتعمل كسر، ونحن بنعرف اللغه العربيه يا اخوان الفعل ما بيتكسر، ما في فعل مكسور، عشان كده طوال نون الوغايه دي جات قعدت في النص، قالت انا بحل لكم المشكله، انت الفعل ما داير كسر، وانت يا يا المتكلم لابد تكون في كسر، خلاص انا بقعد في النص بشيل لكم الكسر هذا. قعدت نون الوغاية شالت الكسرة، يعبدوني. وطيب يا متكلم مشت وين؟ اتحزمت الالتغاء الساكنة، بقت إلا لي يعبدون بنون فقط. الخلاصة هذه اللام
بينت لنا الحكمة من خلق الجن والإنس اللي هي العلم. طيب الجن والإنس مكلفون بالعبادة الاثنين، والإنس سموا بهذا الاسم الإنسان لأنه يأنس ببعضه. الإنسان ما بيجيش من فين، فسمي الإنسان إنساناً لأنسه. في ناس بيقول لك لأنه نساي، لا ما لأنه نساي، لأنه يأنس، فالزول ما بيعيش برا. وسمي الجن جناً لأنه يختفي من الاجتنان، وهو الاختفاء. يقول لك الجنة الحديقة بسموها جنة، ليه؟ لأنه الأشجار بتاعتها كبيرة بتخفي تفاصيل جوا، والجنين لأنه مختفي جوا بطن أمه سمي جنينا، لأنه حرف الجيم والنون بتدل على الاختفاء. فلما جن عليه الليل، يعني الليل غطاه، والجن يا اخواننا لا يرى على صورته، عشان كده ربنا سماه جن، ما بيرى على صورته. زول يقول لك شفت ليش يا طارق؟ ما بتشوفه الا يتمثل، لكن على حديثه ما حتشوفه. ربنا قال انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ما بتشوفه على حديقة. وكذلك الملائكة ما بتشوفهم على حديقة إلا في حالتين، أها اللي هما الموت، حالة الموت، والثانية العذاب. في حالة العذاب يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. كان شفت الملائكة أصلا يا إنت مت، لا نبقي راجع، ويا عذابه هذاك عام. لكن غير كده ما يرى الملك على صورته الحقيقيه، لكن ممكن يتمثل، ممكن يتمثل على صورة انسان. والجن ممكن يتمثل على صورة انسان او حيوان، لكن ليه ما بيتمثل كثير؟ لانه بيخاف، ولو تمثل على صورة كائن معين ياخذ صفات. يعني لو جاء على صورة كلب وقتلته يكون مات كده، وهو حريص على انه يعيش بينه. طيب قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآية دي بينت لنا الحكمة وإنها العبادة، ولاحظوا وشرحت لنا العبادة إلا ليعبدون. قال ابن عباس كما في تفسير البغوي إلا ليعبدون معناها ليوحدون. فسر العبادة بشنو يا اخوان؟ بالتوحيد. فسر العبادة بالتوحيد. ليه؟ ليه؟ مع ان العبادات كثيرة، ليه فسرها بالتوحيد؟ لأنه الأصل بالحق. أي لأنه الأصل، ولأن العبادة لا تقبل إلا مع التوحيد. العبادة لا تقبل إلا مع التوحيد، عشان كده فسر العبادة بشنو؟ بالتوحيد. إذا ما في توحيد ما في عبادة. العرب زمان يا اخواننا كان عندهم عبادات، اللي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عندهم عبادات، يحجوا ويعتمروا ويطعموا الطعام، ويهتموا بالبيت، لكن ربنا ما قبلوا منهم. قال أجعلتم سقاية الحاج
السقاية بسقاية الزمزم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر لا يستوون عند الله. وربنا جعل لهم عبادات ما عندها قيمة. قال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. عبادة دي ما عندها اسم يا إخوان، ما عندها قيمة، ما عندها قيمة، ما عندها قيمة. ليه؟ لأنه قال شاهدين، دي منصوبة على الحال، شاهدين يعني حالهم، شاهدين على أنفسهم بالكفر. ناس كفروا بالله عبادة ما عندها. عشان كده أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت ما يصنع عبد الله بن جدعان؟ ده كان رجل كريم في الجاهلية. ما يصنع عبد الله بن جدعان؟ فإنه يطعم الطعام ويكسو الحلل، هل ينفعه ذلك؟ قال لا، ما بينفع. لماذا؟ قال إنه لم يكن يوما رب اغفر لي خطيئتي يوما، يعني ما بعرف ربي. فإذا العباد وصدقت ما عند أي قيمة. طيب، إذا يا إخوان الآية الأولى أورد المصنف تدلنا على الغاية من خلق الجن والإنس. الآية الثانية قال: وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية تدل على أن كل أمة من الأمم ربنا بعث لها شنو؟ رسول. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ربنا بعث لها. والأمة هنا مقصود بها الجيل من الناس. وإن كان كلمة أمة تبتدي في القرآن على معاني كثير، منها والذكر بعد أمة زمن، بعد شنو؟ بعد زمن طويل. والذكر بعد أمة وجد عليه أمة من الناس يسقون. أمة معناه جماعة من الناس. إن إبراهيم كان أمة، يعني رجل، أيوة، رجل القوام الحق، الإمام بحق، يقول له أمة. لكن هنا أمة معناه شو؟ يعني جيل، جماعة من الناس. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. أن هنا بيسموها أن التفسيرية، بتفسر ما بعدها أو تفسر ما قبلها بما بعدها. أن اعبدوا الله يعني فسرت لنا بعثة الرسل. ما هي الغاية من بعثة الرسل؟ أن اعبد الله واجتنبوا الطاغوت. عبادة ربنا مع اجتناب الطاغوت. طيب، لماذا لم يكتفي بقوله أن اعبد الله؟ لأن عبادة الله لا تتم إلا بالكفر بالطاغوت. نعم، ما بتتم عبادة الله إلا بشنو؟ بالكفر بالطاغوت. هنجي لتفسير الطاغوت، لكن لابد نفهم مسألة، إن عبادة الله لا تتم إلا بالكفر بالطاغوت. لأنه في ناس يقول لك يا مولانا يا أخي بس كلمنا عن العبادة،
المخالفه للعباده دي خليها، بس ده احنا دارين نعبد عباده الله براها ما بتنفع الا تعتقد انت عبدت ربنا صح، تعتقد انه اللي بيعبد غير ربنا عبادته دي باطل. شكل مشرك العرب جاء للنبي عليه الصلاه والسلام وطلبوا منه مطلب، قالوا له تكلم عن عبادة ربك، قل للناس اعبدوا ربك لكن ما تتكلم عن آلهتك، خليها في حال. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتك. ما عاجبه، انت ما تتكلم قال لي عن آلهة، بس انت اعبد ربك ونحن ذاته بنعبد معاك، لكن ما تسمع. هم لانه يا اخواننا ما عندهم مشكله مع انه يعبدوا الله. تقال مشرك العرب ديل كان ما بيعبدوا الله، بيعبدوه بيعرفوه، لكن هم مشكلتهم شنو؟ انه يعبدوا براي وديرك يخلوك دي مشكلة، بس يخلوا ديرك ما بتنجح. عشان كده قال لو أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. تعرف لو فهمت النقطة دي، بالمناسبة أنت فهمت جزء كبير جدا من التوحيد. تفهم أنه التوحيد معناه عبادة الله واجتناب عبادة الطاغوت. لو ما فهمت الاثنين مع بعض انت لسه ما فهمت التوحيد. عشان كده النوع الجديد بيقول لك يا مولانا والله كلامكم سمع بعجبنا، لكن كونكم تقول لنا الاولياء والصالحين دين ما بينفع وتطلبوا لنا فيهم بس نظاميكم ده ما بينجح معانا. ولا انت ما فهمت التوحيد ناس. ما فهمت. طيب قال واجتنبوا الطاغوت. ما هو الطاغوت؟ الطاغوت من الطغيان. الطغيان هو تجاوز الحد، زياده ومجاوزه الحد. انا لما طغى الماء زاد ارتفع حملناه في الجاري، الجاري السفينه بتاعت نوح. طغى الماء ارتفع، الماء طلعت من الارض ونزلت من السماء وهي تجري بهم في موج زي شنو؟ كالجبال، الموج زي الجبال. فطغى الماء معناه زاد، والطاغوت من الزياده. وابن القيم يقول هو ما تجاوز به العبد حده، ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. تجاوز له الحد الشرعي. اي يا اخواننا انسان عنده حد، الوالد عنده حد في الطاعه والاحسان، المعلم عنده حد بتديه حقه كله من الاحترام، من التقدير، من الدعاء له. النبي صلى الله عليه وسلم عنده حد، وده اعظم المقامات البشريه. عنده حد منزل صلى الله عليه وسلم، قال لا تطروني، الاطراء معناه زياده، كما اطرت النصارى ابن مريم. لانه ذي قالوا عن عيسى بن مريم قال هو ابن الله، والعياذ بالله. طب انا ما عندي ولد. قال ما تزيدوني توصلوني حد العباده. لا، اذا اي شخص عنده حد ما تزيدوا في حد، لو زدتوا في الحد يبقى طاغوت، يبقى طاغوت.
طيب لو هو رضيان طاهون، لو هو قال لك اعمل كده طاهون، اما لو هو ما رضيان وما قال لك اعمل لكن الناس عملوا بوراه يبقى وشنو؟ يبقى في نفسه بطل. لانه في ناس مثلا عبدوا عيسى بن مريم صح؟ هل عيسى بن مريم طاهون؟ لا. ليه؟ لانه ما رضي بالعباده، ما رضى به. قال اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما لظالم من الانصار. ما رضى لهم بالعباده. أيوة. في ناس عبدوا الملائكة، هل الملائكة طواغيت؟ لا. في ناس عبدوا عزير، قالوا عزير ابن الله، هل عزير طاغوت؟ لا. إذن وصف الطاغوت ده بيمشي لمنو يا اخوان؟ الإنسان اللي له وعنده صفات العبودية وهو رضيان أو أمرهم بذلك. النوع اللي بيقول لك إن كنت في هم وغم فقل وندى وقل يا أمير غني آتيك بسرعة. ده قال لك أنت هنانا، ده طاغوت ما في شك. أو زور رضيان تجي أنت داخل عنده وبتقول له يا ابويا الشيخ والله لو ما جبت نحن ما كان الرزق بيجينا، ولو ما جبت العافيه اللي احنا فيها دي كان فاتت، ولو ما جبت الجنه ده ما كان جانا الى اخره. وهو يتبسم رضيان يقول لك نحن اهل البركات، نحن اهل السلسله رضيان. خلاص ده طاغوت. اما لو ما رضى وما قضى. اذا يا اخواننا الخلاصه اعبدوا الله واتركوا الطاغوت. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. طيب الآية الثالثة قال وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بعدين يا اخواننا نحن حنعرف إنه الآيات دي المصنف ما جاب يعني زيادة استدلال، لا، أي آية جاب المصنف من الآيات الخمس في الباب ده عندها إضافة معينة. وقضى ربك، قضى معناها أمر. قضى بمعنى أمر، يعني أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ها بتلاحظوا شنو في الأسلوب هنا؟ أسيب أسلوب الحصر. ألا تعبدوا إلا إياه. هذا فيه أسلوب من أساليب الحصر، وهو أسلوب النهي والاستثناء، برضو من أساليب الحصر. قال وبالوالدين إحسانا. لاحظوا كلمة إحسانا، يعني بالوالدين مع ما معين الوالد ده هو أعظم إنسان صاحب حق عليه، حقه عليك كبير جدا، لكن بعد ده ربنا ما أداه عبادة. أمر ربنا ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين شنو؟ عبادة؟ لا.
إحسان. بر وإحسان مع عباده. ولو في حد في حد كان بيستحب العبادة كان الوالد يكون منه. كان يكون منه الوالد. لأنه بعد الله سبحانه وتعالى الشخص المتسبب في وجودك أنت الوالد. طيب ربنا هنا أمر بالإحسان إحسانا، وإحسانا هنا في اللغة يا أخواننا منصوبة على فعل محذوف. التقدير أحسنوا بالوالدين إحسانا، ودي قاعدة لغوية مهمة يا أخوان، ونحن نهبش هبشات كده في اللغة لأنه اللغة مهمة في فهم الدين. احنا مفترض نعمل مادة عديد في اللغة لكن الزمن بقى مقضينا، بس في قواعد في اللغة مهمة. دائما لما تلقى في القرآن يعني اسم مرفوع ده أمر طبيعي، لأنه الأصل في الأسماء الرفع، يكون مبتدأ مرفوع، يكون خبر مرفوع، يكون فاعل مرفوع، تمام؟ وما بتسأل عن يعني تستفسر عن سبب الرفع كثير، لأنه الأصل فيه الرفع. الأفعال فعل المضارع ده مرفوع، ما بنسأل مرفوع ليه؟ لأنه الأصل إنه مرفوع. لكن لما نلقى اسم في نص الكلام منصوب لا بد أشوف سبب النصب، لا بد تشوف سبب النصب. هنا عندك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، منصوب. إحسانا مصدر منصوب النصب، لا بد يكون في سبب. السبب في فعل مقدر، مقدر. واللغة العربية من فصاحتها أحيانا تقدر الكلام تقديرا، ما يجي يقول لك لا لا الفعل لا بد يكون ظاهر، ما شرط يكون مقدر. أي أحسنوا بالوالدين إحسان. طيب الوالد يا اخواننا ليس له حق في العباده، مع انه رباك علمك اهتم بيك سهر عشانك، لكن لا ما عنده حق في العباده، ولا عنده حق في انه تكسر له الأوامر الشرعية. أبدا. سيدنا سعد رضي الله عنه لما أسلم أمه قالت له والله يا سعد لا أطعم ولا أشرب حتى ترجع عن ديني أو أموت فتعير بي. قلت له مقعد بدون أكل وشراب، يا ترجع عن دين الله يا أنا أموت. والعرب تعيرت كلها تقول يا قاتل أمه. قعدت اليوم الأول واليوم الثاني، لما صبحت عليها يعني اليوم الثالث صبح عليها خلاص جهدت وقعت في الأرض ما قادر تقوم. دخل على سعد قال لها يا أمه لو أن لك 100 نفس فخرجت الواحدة تلو الأخرى على أن أترك ديني ما ترك، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكل. قالوا فقامت فأكل خلاص منها وعبد الزمن فأسلم. فشوف انت ربنا قال لك احسن لهم، لكن قال لك وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطع وصاحبهما في الدنيا معروف. احسن لهم، اكرمهم،
طول بالك ليهم قدر ما يسيبوا ما تشتغل بالامور دي كله اساءوك نبذوك عيروك ده كله ما يهمك لكن في الدين ما تتنازل. طيب قال وقوله تعالى الآية الرابعة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية أضافت أمرا جديدا. واعبدوا الله مرت معانا ولا تشركوا به شيئا. ركز مع الكلمة شيئا. كلمة شيء هنا نكر صحيح؟ ما معرفة بالألف واللام ولا شيء، نكر شيء. في اللغة العربية يقول القاعدة النكرة لو جاءت في سياق الكلام كله سياق النفي أو النهي أو الاستفهام نكرة جاءت في سياق نفي أو نهي أو استفهام فإنها تدل على العموم. يعني هنا عندنا واعبدوا الله ولا ده نهي ولا تشركوا به شيئا. فكلمة شيء جاءت في سياق النهي نكرة في سياق النهي فإنها تفيد العموم. العموم من العلماء قالوا نوعين. العموم في المعبودات ما تشرك به أي شيء، لا تشرك مع ربنا ملك ولا نبي ولا صالح ولا ولي. في عموم المعبودات. والنوع الثاني في أنواع الشرك، يعني ما تشرك بربنا لا شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا شرك خفي. يعني تقابل ربنا سبحانه وتعالى بدون شرك. بدون شرك. بعد شوية حيلاقينا الجزاء شرك. ما تشرك بالله شيئا. لماذا؟ لأن الشرك يفسد العبادة. تخيل معي أنت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى عبادة بتاع سنين طويلة جدا وأشركت به مرة واحدة بتفسد الباقي ده كله. دي الخطورة هنا. عشان كده قال لك ولا تشركوا به شيئا. بتخرب الباقي كله. والله دي مشكلة كبيرة. الشرك ده من الاخطار اللي الناس ما مهتمين بها. يقول لك يا مولانا يا اخي ما تشددوا فيها يا اخي موضوع بسيط وان الله غفور رحيم. لا في اشياء ربنا قال لك لا ما بتشوف. ان الله لا يغفر ان يشرك. ربنا ما غفر. طيب قال وقول الله تعالى الآية الخامسة قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الآيات الثلاث سورة الأنعام ودي الآيات تسمى بآيات الوصايا العشرة. في عشرة وصايا. طيب قل تعالوا أتلو يعني أقرأ عليكم ما حرم ربكم. تعالوا أوريكم المحرمات. ده العلماء قالوا يدل على أن الحرام قريب.
والحلال كثير. ودي من رحمة ربنا من العباد. لما قال لك تعالوا أكلوا ما حرم ربكم إذا قليل وبسيط. ربنا قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم. الحرام ربنا وراكم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم. والعلماء هنا يا اخوان عندهم قاعدة مهمة. بيقولوا الأصل في الأشياء الإباحة. القاعدة الفقهية. يعني عاداتنا بتاعت الدنيا. أمور التجارة. الأكل، الشراب، اللبس. الأصل فيه والحل. طيب احنا بنستفيد شنو من الكلام؟ انت تقول لي الأصل الحل. هل القاعدة بنستفيد منها حاجة؟ نعم بنستفيد. لأنه لو زول جا قال لك يا أخي اسمع اللبس اللي لابسها أنت دي حرام. تقول له شنو؟ دليل. جيب الدليل. ليه؟ يقول لك انت جيب الدليل. لا تقول لي انا مع الاصل، الاصل انه اللبس شنو؟ مباح. الاكل الاصل في الاكل شنو؟ الحل. زول قال لك هذول تاكل في شنو؟ في الشيء الفلاني حرام. جيب الدليل. هذه قاعده مهمه جدا يا اخوان. العلامة السعدي قال والأصل في أشيائنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة إلا في أربع أشياء يا إخوان. الأصل في الحرم. انتبه ليه. الأصل في الحرم. قال والأصل في أشيائنا الإباحة حتى أول أصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. والأصل في الأموال. والأصل في الأموال واللحوم والأنفس. والأصل في الأموال واللحوم والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل. فافهم هداك الله ما يمل. في أربع حاجات محرمة. النفس والمال والأبضاع واللحوم. الأبضاع مقصود بها النساء. واللحوم أي لحم. الأصل في النفس ده معروف. النفس الأصل فيها الحرمة يا أخوان. أي نفس معصومة دم حرام. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: سيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ما في زوج يقتلوه إلا بشنو؟ أيوة إلا قاتل نفس ولا زاني سيب زاني ولا شنو؟ تارك لدينه مرتد. إذن النفس والمال. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. والثالث الأبضاع النساء. الأبضاع هي من ثلاث. كان نبه هنا عن النساء. يعني أي مرة في الشارع ده الأصل فإنها حرام عليك. مما لقيت مرة في الشارع الأصل إن تغض بصرك منا حرام عليك إلا محارم. إذا أكدت إن عمتك، خالتك، حبوبتك، أختك من الرضاعة خلاص. والرضاعة تحرم ما يحرم النسب. تبقى علاقات زي علاقات النسب. واللحوم أي لحم مذبوح الأصل فيه الحرمة. ده بخلاف المأكولات التالية. لقيت زول بياكل ده في فاكهة. انت شكلها كان كيوي شكلها ما وقع عليه. دي شنو خلقتها زي الفاردة. لا الأصل في المأكولات دي كلها الحل. إلا شنو؟ اللحوم. إلا اللحوم.
الأصل فيه إنها محرم إلا ما استثنته الشريعة. ربنا أحل لنا لحوم بهيمة الأنعام اللي هي شنو؟ أربع أصناف بهيمة الأنعام اللي هي البغر والإبل والضان والماعز اللي هي الغنم. الضان والماعز اسمها الغنم. وغير أحل لنا لحوم الخيل بحر. لحوم الخيل حلال لكن الناس ما بيذبحوها بس يعني نفعة في الحاجات الثانية أكثر لكن هي حلال. ولحوم الحمر الأهلي الوحشية حمار الوحش المسطر ذاك ما الحمار حقنا ده حرام ده بسموه الحمار الإنسي أو الأهلي ده حرام لكن الحلال الحمار الوحشي مشخص ذاك حلال. والطيور يعني إلا كل ذي مخلب من الطير اللي عنده مخالب بالبنضية ده حرام. وكل ذي ناد من السباع أي حاجة عندها نايم بتفترس به زي الكديس ده والنمر والأسد والمرفعين كل الكلب كله عنده نايم حرام بيفترس به. بعد ذلك ربنا حل لنا لحوم البحر أي بحر بس ما يكون برمائي ما يكون برمائي يكون بحر أي حاجة جوا تسكن جوا البحر ده بصورة دائمة حلال. أما البرمائي له خلاف البرمائي فيه خلاف التمساح فيه خلاف قوي جدا وأغلب أهل العلم يقولون أنه محرم والورم والتمساح الضبع الضبع ما محرم مستثنى من السباع والضبع ده فيه عجائب من عجائب ربنا ذكر الشيخ العباد في شرح أن أظن في رياض الصالحين تكلم عن لحم الضبع قال وهو حلال إلا ما حوى البطن يعني لو قبضت الضبع دي تأكل فيها أي شيء أخيرا البطن لا وفيه علاج لكثير من الأمراض. ومن عجائب الضبع إنه بيكون يعني سنة ذكر وسنة أنثى ضبع الواحد مرة بنت ومرة بنت مرة بتبادل الضرر حكمة ربنا لكن هو مستثنى ليه؟ الله أكبر لكن مستثنى من السباع إنه بيؤكل كده بيسموه المرفعين ولا ما هم المرفعين ده السعلة عندك هناك عطا يقول بيسموه الطبع ده بيسموه مرفعين. طيب قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم لأن الحرام قليل يا أخوانا أنت تعرف البني آدم يعني بس بيحرص على الحاجة الممنوعة أسأل تدخل شباب بغالة زمان زمان الدنيا بخيرة يعني تلقى أصناف المشروبات 16 مشروب ليه معمول البريد و16 ده ما عارف يقول لك 60 بنكهات كده وده بنكهات كده وده 60 نكهة مرصوصات حلال كلها بتقابل جنيه واحد هذول يخلي ده جد ويمشي يكايس الدخانين بتاعت الفداليات وشار ساكن من الشرطة بهنا وشار ناس الحلة بعينوا ليه ونبدو نسونا وساكنه من يخلوه ده الثاني كان يشتريها نص غالي جدا غالي ونمشي يخليه ريب بالشارع وما بشتم يعني ما في داعي الحلال لا قدر الحلال يخليه كله ويمشي يكايس الحرام مكابسة وتلقى ده عشان تعفنه جادع فيهم نايف فديلين بتاع وسخ وسفنجات جوا وضب مات وثلاثة نايف بنبص جوا وبعد ده كايس لك واسع. طيب قال قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أصول المحرمات ذكرها في العشرة
الأول ألا تسلكوا به شيئا، ده أعظم المحرم، أعظم المحرمات. قالوا الإمام محمد الوهاب رحمه الله تعالى كان لفترة بيشرح لتلاميذ في كتاب التوحيد، وبعد زمن قام ذكر لهم قصة، قال لهم واحد يعني دعا غير الله، ده شيء موضوع عادي. قال لهم وبرضه في واحد ثاني ذكروا عنه انه زنى بأمه، اعوذ بالله. الناس استبشعوا الموضوع ده وكلهم استغربوا. قال لهم جيبوا كتاب التوحيد ده، جيبوا الكتاب من الدم الجديد، لأن ادعى غير الله ده أخطر من الزنا منه. ربنا هنا قال لهم شوف ده ربنا الحرام، قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم، أول حاجة شو؟ ألا تشركوا به شيئا، ده أكبر خطر. بعديها قال وبالوالدين إحسانا، بالوالد حق الوالدين بعضهم سبحانه وتعالى، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق الفقر، الفقر الإملاق. زمان كان من عادات أهل الجاهلية الواحد بيقتل البنت عشان ما تجيب له العار، وبيقتل الولد عشان ما يشاركوا في الرزق حقه. وده يا اخواننا من سوء الظن بالله. الشيخ صالح الفوزان بيقول الان في ناس من اصحاب الدعوات الجديده، ناس بتقول لك يا اخي لابد من تحديد النسل، الولاده الكثيره دي ما كويسه، يجيب لك واحد اثنين كفايه. قال ديل فهموا النفس فهم كانوا يقتلوا اولادهم في الجاهليه زمان، والعمليات بتاعت الاجهاض وغيره ده يا هم زاد. النبي عليه الصلاه والسلام سال ابن مسعود قال له اي ذنب اعظم يا رسول الله؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلق. قال قلت ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك خشيه ان يطعم معك، خايف على نسك يقتل جناب. قال قلت ثم اي؟ قال ان تزاني بحليله جارك، دي برضو دي جريمتين ما واحد، جريمتين، جريمه الزنا وجريمه الخيانه، لانه جارك استأمنك، جارك استأمنك وانت بتدخل بيته عادي، لو ناس الحله شافوك داخل بيت جارك نفسك بيستغربها، كونك تستغل الحته دي وتستغل انك انت بتدخل بيته من وراه وما فيها غضب عشان تزني بحليل بزوجته، ده جريمه كبيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يزني الزاني بعشره نسوه اهون عليه من ان يزني بحليله جاره. ليه؟ لأنه فيها شنو يا اخوان؟ خيانة، هي خيانة، والخيانة هي الغدر في موطن الاستئمان. عشان كده دي يا اخواننا جريمة كبيرة، الخيانة جريمة كبيرة، لأنه غير استأمنك على عرضه واستأمنك على إيمانه، تخونه كيف؟ طيب، فهنا قلنا ذكر المحرمات، أول الشرك، اثنين عقوبة الوالدين، ثلاثة تقتل ولدك عشان ما يشاركك في الرزق، أربعة ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفاحشة سميت فاحشة لأنها ذنب معه الفضيحة، هو تفحش
5 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق قتل النفس مع ان شوف قتل النفس ده اخوانا جريمه كبيره جدا لكن مع ده في حاجات اكبر منه بعديها ولا تقربوا مال اليتيم واليتيم هو من مات ابوه وهو صغير الاب والام البيكون أبو ما يسمى يتيم لأن الأب هو اللي ينفق وهو صغير لكن لو شرب الجام خلاص ثاني ما يتيم يتيم ده صغير القصة طيب وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم زكى المحرمات كلها والشاهد من الآية يا إخواننا إن الشرك أكبر ذنب قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليه وختم الباب بحديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ معاذ من العلماء وكان رديف للنبي صلى الله عليه وسلم وده في تواضع النبي عليه الصلاة والسلام يعني يردف على الدار كان متواضع حق التواضع والعلماء قالوا التواضع هو خلق العظماء خلق العظماء لكن انت ذول قشاش ازاي ما تقول والله بس مثلا دي تواضع منا لا اصلا التواضع ده خلق الناس اصحاب المكانه العاليه لكن احنا ذيك ده ما برنامج انت تقول والله فلان ده يا اخي متواضع اليوم ذاك اللي يجي يركب راكب الحمار ما وصل او شكوى الحمار يعني انت شنو؟ ما هو ده برنامجه اصلا يعني ما في حاجه بتخليك انت متواضع لكن لما اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم راكب حمار وراكب عليه زور ده تواضع لانه هو نبي طب انا ممكن يجيب لي حاجه تطير في الهواء ممكن يطير هو ده يمشي بالهواء ده ما هو فالتواضع دائما خلق العظماء طيب فأردف معه معاذ لما أردفوا قام سألوا سؤال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله لأن التعليم بالسؤال أنفع التعليم بالسؤال قال قلت الله ورسوله أعلم الله ورسوله أعلم وده من الأدب ترد العلم إلى الله وفي حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم ترد إلى النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما في عيب يا أخوان تقول الله أعلم تقول ما عارف ما في مشكلة في الموضوع لكن في ناس الواحد يقول لك لا المسألة دي طبعا ذكر فيها أهل العلم كما قال الحاول يا زول كل ما عارف لازم الحاول والفلحول ما عارف المشكلة وين؟ في جماعة جاء الإمام مالك واحد راكب له من بلد بعيد سأل الإمام مالك عن 40 مسألة 40 مسألة الإمام مالك جاوب على 4 والباقي عن 36 قال له الله أعلم قال له يا إمام أنا جيتك من بلد كذا وكذا تقول له الله اعلم قال لي ارجع لناسك البلد ديل زاد اطلع فوق قال لي كورك لهم قول له انا سالت الامام مالك عن 40 مساله جاوبني عن 4 و 36 قال الله اعلم مشكلة وين؟ ده مالك الذي تضرب له اكباد الابل بالمدينة اعظم علماء المدينة بعد التابعين الامام مالك الله اعلم طيب قال حق الله على العباد
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وده حق واجب وده حقه يا اخوان، ده حق ربنا. انت ممكن تفضل بيه، ما تفضل منك، لا، هذا حق الله، استحقاق. ليه؟ لأنه خلقك. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم. ده حق. والحق يا اخواننا الانسان ما بيقبل فيه شراكه، انت لا بتقبل شراكه في حقك، صح ولا ما صح؟ هي المراه ما بتقبل، مع انه ما حقها، ما بتقبل. هسه كان جيت لمرتك قلت لها انا والله لقيت بنت عمي دي اقدر اخذها، تقبل ليه؟ شكله بتدور تجيب لها، انت ما استفدت لا صبغه وما في تجيبها ليش؟ وتكشح فيك معارف زيت حار وتفنن الافلام تعمل كهرباء ومطوى يتفننا في الجرائم، مع انه ما حقها، ما بترضى شراكه، شراكه ما بتقبلها، مع انه ده ما حقها. طيب كيف ربنا يقبل شراكه مع انه ده حقه؟ ما بيقبل الشراكه. وانت في نفسك يعني ربنا ضرب مثل، قال ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم، بتقبلوا؟ تقبل ليه انت العامل بتاعك؟ تقول لنا احنا شركاء في الشركه مع بعض، في العقار مع بعض، اخوك وتمك وابوك، ممكن تقاضي في المحكمه وتركوا تبع كاس احتضانه هنا في واطا، واطا ممكن تكون في المعيله ولا في مدغينه، قطعه واطا تقتل فيها اخوك، شراكة ما بتقبل. عشان كده ربنا ده حقه، ده حقه، ما بيقبل فيه شراكة. طيب قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله، يعني هم لو ما أشركوا بالله شيئا عندهم حق على ربنا هم ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذا أنت لقيت ربنا يوم القيامة ما مشرك، ربنا وعدك إنه ما بعذبه. والحق هنا يا إخواننا حق العبد على ربنا، ده حق تفضل من ربنا، ما استحقاق. عكس ده قبيل استحقاق. حق ربنا عليك استحقاق، لكن حقك انت عليه تفضل، تفضل ما استحقاق. او العلماء قالوا حق ربنا اوجب على نفسه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حق ربنا اوجب على نفسه، لكن ما فرضته عليه عبادتك انت، لان عبادتك ما بتستحق الجنه. من هو عبادتك بتستحق الجنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا انا، ولا انا ما بستحق الجنه. خليك كمان نحن واحد تلقى صافي يقول لك احنا يعذبونا في شنو؟ ما شاء الله، ما لنا سوانا شنو كان يعذبونا؟ ما شاء الله عليك. والنبي عليه الصلاه والسلام ربنا غفر له ما تقدم وما تاخر، ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه وتورم والعين تورم، يصلي بالليل وبعدها يقول ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. وانت ده اذا سفهت انت بس طوالي، والجنه حقك انت تستحقها؟ طيب فحق العبد على ربنا انه لو وحد ربنا ما يعزم. عشان كده قالوا من جاء بالتوحيد الكامل نال الامن الكامل. التوحيد ده ذاته ما درجه، في توحيد كامل.
فتحت ناقص. من جاء بالتوحيد الكامل نال الأمن الكامل، ومن جاء بالتوحيد الناقص نال الأمن الناقص. يعني شنو؟ توحيد الكامل توحيد معه بقية الفرائض والانتهاء على المحرمات. التوحيد كامل يعني زول بعد التوحيد صلى وصام وحج بيت الله وبر والديه واحترم الكبير وقر الصغير وأدى النوافل، زول مستقيم. ده قامت النيابة وخش الجنة لأنه توحيد كامل. طيب انت عندك توحيد لكن معه تخريمات تانية، تلعب في السوق، طقيت ناس شيكات، بتكبر مرات، بتلف وبتدور، عندك لولو، معه محرمات، معه تفريط في الطاعات، ده يوم القيامة ربنا بتوحيدك ده بيديك حاجة اللي هي عدم الخلود في جهنم، ده حاجة لأنه عندك توحيد. عدم الخلود في جهنم لكن ممكن تتعذب على قدر الذنوب حقك. بعد ذلك قالوا بيطلع منا العاصي ده يدخلونها باسم نهر الحياة من جهنم، يجيبوا زي الفحم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يمتحشوا، يجيبوا زي الفحم يرجعون في نهر الحياة يموتوا من جديد زي اللي نعم نقتل يقوموا من جديد. مكتوب على جباههم الجهنميين لأنه كانوا في جهنم، يمروا من نهر الحياة وخشوا الجنة. لكن شوف من فضل التوحيد إنه جهنم دي جوا ما بيقعد فيها بصورة دائمة إلا المشرك، عشان كده ربنا قال أعدت للكافرين، دي حقته دائما خالدين فيها ما بهم دين الكفار والمشركين. اما الموحد يا نجا منا من الاول في شفاعه يا اخواننا وفي عذاب قبر ممكن ينظفك. ابن تيميه ذكر مجموعه من مطهرات الذنوب. ممكن انت يكون عندك ذنوب ربنا يبتليك اخر حياتك بمرض، مرض صعب، مرض ضيدعك تمام، تنظف تمشي قبرك نظيف. قال منها المرض في الدنيا ومنها عذاب القبر. عذاب القبر ده ما دايم طوالي، الكفار دايم بالنسبة له، أما المؤمن يعذب. ابن القيم قال قليلا على قدر ذنبه نظف خلاص. ومنا دعاء الولد، اتصل بمصايبك وبلاويك، دخلت قبرك ولدك شغال استغفر ليك ويدعو، استغفر ويدعو وفي صلاة يستغفر ويدعو بتنظر. ومنا قال شفاعة الشافعين، أول شفاعة صلاة الناس عليك في مودينك المغارب دي أول أول شفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعه الله، أربعين بس لا يشركوا الشر، لا يشركون بالله شيئا، أربعين واحد. لكن عندك قرار ساي ده من ده شيخ وده وده من ده شيخ وده وده رادوا له حبات وده بيت ما بدا عدد سهل ما بتستفيد منه ولا بتم العدد سهل. أربعين موحد صلوا عليه قال إلا شفعه الله فيه، بشفاعة أو شفاعة الشافعين يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم بيشفع والملائكة بيشفعوا والصالحون من أمة محمد بيشفعوا والأنبياء بيشفعوا والشفع الصغار الماتوا لو ما قتلت طفل صغير ما بلغ ده بيشفع، عشان كده بسموه شنو؟
الصالح. ولك الشافعي ده ليه سموه شافعي؟ لانه بيشفع بعدين. وديل اسمنا الافراط بالطاء، الافراط الفرض ده بيشفع لك بعدين. احنا اخواننا مشابهنا الزمن لكن خلصنا، زدنا على الزمن بتاعنا. فاذا يا اخواننا الخلاصه انه حق الموحد على الله انه ما بيعذبه، اما ما بيعذبه ابدا او يعذب عذاب جميل على قدره. وده من فضله التوحيد. قال افلا ابشر الناس، معاذ سال النبي صلى الله عليه وسلم افلا ابشر الناس؟ هذا كلام سمع. لو انت تسمع انه الزول اللي بيلاقي الله موحد بخش الجنه، ده كلام سمع. قال افلا ابشر الناس؟ قال لو لا تبشرهم شنو؟ فيتكلوا. لانه في ناس بيكونوا مجتهدين في العباده، حتى تلقاه يصلي الليل تقول لا مولانا وانا عندي حديث سمح خلاص. اها الموحد ده يوم القيامه ربنا بعزه يقول له كنت كده يا مولانا متاكد من الحديث ده؟ تقول له متاكد منه. طب وليش صلاه الليل في شنو؟ تبقى نرقد، تبقى على التوحيد ونرقد. لا يا اخوان، دائما العلماء عندهم قاعده بيقول لك اذا انت شعرت انه المعلومه دي ممكن تضر الزول في دينه وانت ذلك. ومن هنا جاءت قاعده كتمان العلم للمصلحه. في زول لو اديته معلومه بتضر، زول متهم تقف في العباده يصلي ساي الليل، ده ما تديه النصوص بتاعت البشريات، تديه نصوص جهنم. ولا جهنم دي ربنا قال عنها خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. في نصوص زي دي قلنا كثير، خليه يصلي زيادة ما ترجعه يا ولد. في جماعة مرات تلقاهم سكارة شاربين أمور مجرية، ده كان جيت اديته نصوص فضل التوحيد ويقول لك يا مولانا والله بزاد دارين من احنا زاد. ده الكلام السمع با فضل التوحيد ليه دو سكار ده مش كالزيادة مش كالزيادة. يقول لك لا لا والله الشريك احنا ما عندنا اظنها، احنا والله قال اللي لنا 10,000 من الدار الفقير، فقير نديها ليه؟ بمشي الفدادية. ده ما تديه النصوص. فدائما من فقه المعلم انه يعلم الانسان الاشياء اللي ما بتخليه شنو؟ ينقص في دينه، تخلي الزول في زياده دائما. طيب كده يا اخوانا احنا خلصنا الباب الاول من ابواب كتاب التوحيد، والكتاب ده كتاب شيق يا اخوانا. وما تتخيل انه انت حتمر على معلومات مكرمه. يعني كل ما يمر على الباب تلقى دول جديد. والمعلومات المفيده. والكتاب ده هو مش بيتعلق فقط بمسألة التوحيد فقط، تعلق بمسائل كثيرة جدا في المعتقد والأخلاق والآداب، وكتاب شامل لأحكام كثيرة جدا. وكل يوم إن شاء الله أنت بتزداد فيه علم وفائدة. نحن أخذنا زيادة من زمننا، خلونا نعمل الأسئلة المرة الجاية. أنا بس ما أقدر أطول عن الناس، لكن ما عندي مشكلة في النظر بمر كثير ما فارقة معانا، لكن دائما يا اخواننا الدرس لما يكون مختصر بيكون الزول متشوق للدرس الجاي.